بلشنا حلقتنا يابانيا ورح نكملها مع صانع ياباني، انما هالمره مع تويوتا موتور كومباني يلي اقتنعت انه السياره البراكتيكال والريلايبل منا الاف لتواجه الكومبيتيتورز، سو قررت تقدم سياره يونغ وفريش مع ديزاين لافت كتير لدرجه انه لما تشوفوها رح تستغربوا انها تويوتا. هالسيارة بتتميز انها صممت مع فوكس على الكونكتيفيتي من خلال هيومن ماشين انترفيس، عندها اللوك اند فيل تبع سمارت فون، وكمان عندها سيفتي فيتشرز متطورة كتير مثل البري كوليجن سيستم. اسمها تويوتا انس 4، شفناها لاول مرة بديترويت موتور شو 2012 ومفروض نشوفها على الطرقات بال 2015.